اللي ماشي في صلاح سالم وتحديدا في منطقة السيدة عائشة هيلاحظ ان في تطوير لمنطقة القاهرة التاريخية. الاهتمام الكبير اللي بتريد دولة لتطوير هذه المنطقة وخصوصا بعد التوجيهات الرئاسية بيؤكد ان هناك تذليل لعقبات شديدة جدا بتعترض خطط تنفيذ هذا المخطط من اجل اولا الحفاظ على الطابع المميز لتراث المنطقه، من اجل ايضا قيمتها الاثريه والمعماريه، بما يتكامل ايضا مع جهود الدوله التنمويه في جميع الاصعده. صحيح، خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن اهميه المشروع من دكتور جمال شقره، استاذ التاريخ المعاصر بجامعه عين شمس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ جمانة، صباح الخير استاذ مصطفى. اهلا يا دكتور، وبعتذر لان عندي برد فصوتي وحش قوي. كلنا عندنا برد والله. والله الف سلامه على حضرتك. الله يخليك. صباح الفل. طبعا يعني المشروع مشروع عملاق، يعني زي كل المشاريع اللي بتشهدها مصر في الفتره الحاليه مع اصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يرجع مصر ام الدنيا. والحقيقه احنا في كل مكان وكل مشروع بنشوفه في تميز وفي ابداع حقيقي. المنطقه الحقيقه يمكن عمرها قرابه 1400 سنه، ومعروف ان مصر يعني ام المدائن. القاهره الحاليه مبنية على أكثر من عاصمة بعد الفتح الإسلامي. إذا ما ابتعدنا عن التاريخ الفرعوني يعني، فبعد الفتح الإسلامي في القسطاط والعسكر والقطائع ثم القاهرة الخديوية الحقيقة، ثم القاهرة الفاطمية ثم القاهرة الخديوية بعد ذلك. الحقيقة إن إحنا ما بنستفدش من السياحة التاريخية كما ينبغي، والمنطقة الحقيقة يعني غنية بالآثار الإسلامية. ولذلك تم توجيه الرئيس السيسي إصدار توجيهاته بمشروع عظيم لتطوير القاهرة. هايل يا فندم، لكن يعني خلينا نوضح للسادة المشاهدين أكتر يا فندم استراتيجية أو آليات عمل هذا المشروع، مشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية. خلينا نعرفها من حضرتك ونستغل وجودك معنا، لأنه يعني بنشوف للأسف أحيانا كتير جدا على مواقع التواصل أخبار مفبركة وأخبار مزيفة، وفي ناس ما بتبقاش عارفة أهمية هذا المشروع إيه أو حتى آليات عمله إيه. تمام، احنا يعني خمس مناطق الحقيقه هيتعرضوا للتطوير. المناطق بتضم الحسين ودرب اللبانه ومحيط مسجد الحاكم بامر الله الفاطمي وبوابه النصر والجماليه وبعض المناطق القريبه من شارع المعز لدين الله الفاطمي. وهيتم كمان إعادة تصميم للواجهات الخاصة بالعقارات، لأنه للأسف العمارة الإسلامية الرائعة عبر العواصم اللي تم تشويهها بالمباني الحديثة. أيوه. والواجهات الخاصة بالعقارات الإسلامية تراجعت أمام البناء العشوائي. أيوه. هنرجع تاني نرجع الأمر ل الطراز الإسلامي يعود تاني إلى هذه العمارات الإسلامية. أيه. بالإضافة إلى أنه المشروع متكامل بقى، يعني هيبقى فيه جراشات عشان تستوعب السيارات، تجهز المناطق لاستقبال السياح، يعني تغيير كامل للمنطقة. أي تحديات؟ أنا يعني من خلال معايشتي لتجربه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما فيش تحديات بتقف امام اي مشروع من المشاريع. أيوه. اللي بينفذها. ايوه. طيب دكتور جمال، احنا يعني لما اتكلمنا عن مشروع التنسيق الحضاري اللي خاص بالقاهره الخديويه او وسط البلد، تم ازاله كل اللافتات الاعلانيه واللافتات الخاصه اللي كانت بتشوه واجهات المباني، وتم طلاقها كلها بلون واحد.
هل ده ايضا هينطبق على العمارات او العقارات الموجوده بالمنطقه؟ يعني مش منطقي ان انا امشي في شارع المعز ولا يافطه مشوهه مثلا عماره عليها لمشروب غازي او لماركه خاصه بوسيله دفع يعني. تمام. كل وجهات العقارات تحاكي العماره الاسلاميه، والعمارات اللي بتشوه او اللافتات اللي بتشوه جمال الحضاره الاسلاميه، انا قلت لحضرتك تقريبا حوالي 1400 سنه 1338 سنه، حرام ان ما يبقاش في متحف في هذه المنطقه التاريخيه، متحف مفتوح للسياح. بالظبط. وهنا اذا كان عندنا سياحه بتاتي من اوروبا للاثار الفرعونيه، فاحنا عندنا العالم الاسلامي كله يطوق الى رصد ومعرفه تاريخ مصر الاسلاميه ال 1400 سنه دول، يجي لنا سياح بس لما نعد المنطقه لاستقبالهم. صحيح. وتجربه المعز باذن الله، شارع المعز واضحه جدا ازاي ان الشارع لما تم تطويره حصل بقى يجذب السياح، بل بيجذب المصريين نفسهم ان هم يروحوا يتنزهوا في هذا الشارع. فالمشروع الحقيقه يحاول تحويل القاهره التاريخيه الاسلاميه الى متحف يفتح للسياح. هنا اي عقبات؟ يعني حضرتك بتشير الى لافتات، في تشويهات وتشوهات اخرى، اكشاك وخروج على التلطوار ومسائل عشوائيه كثيره بتشوه هذا الجمال. طيب دي نقطة مهمة جدا يا فندم، يعني دكتور جمال دي الحقيقة يعني خلينا نقول ان هو نقطة كمان يعني تحتاج ان احنا نسأل حضرتك ايه التحديات والصعوبات اللي بتواجهكم وازاي بتتعاملوا معاها؟ يعني فكرة وجود اكشاك، وجود اعمال تجارية بتشوه هذه المناطق، تتعاملوا معاها ازاي وايه التحديات والصعوبات التانية اللي بتواجهكم؟ يعني لا، هو طبعا في حالة من في حسم في مواجهة هذه المسائل، يعني حتى ما قيل عن المقابر وإزالة المقابر، يعني هو المسألة هنا تتحول المقابر دي هتنتقل إلى مكان آخر ويصبح هناك متحف آخر لمقابر العظماء. هو أنت الميديا بتنتقد واحيانا بينتقدون بلا وعي، عشان يعني كده يا فندم احنا بنستغل وجود حضرتك معانا. الله يخليك يا فندم. يعني هو طبعا الانتقاد هنا بيبقى من اعداء التطوير وبيبقى من اعداء الجمهوريه الجديده الحقيقه، ومع ذلك احنا يعني واثقين بانه، وطبعا قدامنا التجارب، يعني كم من انتقاد لمشاريع الكباري العظيمه اللي حلت مشاكلنا، اللي انا كنت بطلع من روكسي للنادي الاهلي بطلع بوصل في ساعه تقريبا، دلوقتي بوصل في 9 دقائق ولا حاجه. فالرئيس سيسي بكل تحدي بيقابله، ما فيش حاجه اسمها تحدي، في انجاز، لان ده مشروع وطني عظيم جدا وهتتدفق السياحه الاسلاميه. صحيح. في فرصه بقى يعني تدفق السياحه الاسلاميه. طيب بما ان حضرتك اتكلمت وقلت يعني قصه المقابر وما اثير على السوشيال ميديا، ما يحدث في تطوير القاهره الاسلاميه؟ هل تم فيه الاستعانه بحضراتكم باساتذه التاريخ باساتذه الاثار الاسلاميه؟ كيف من اجل تقييم هذه الامور بالتحديد؟ طبعا هو تم الاستعانه، بس يعني انا مش متخصص قوي. أيوة. لكن تم تشكيل لجان بخصوص هذا الامر. في زملاء ممثلين طبعا، بالاضافه الى المصادر والمراجع المهمه جدا لتاريخ العواصم الاسلاميه، تم الاستعانه بها. مفيش عمل عشوائي لتطوير مكان عمره 1400 سنه. ايوه. يعني زي ما حضرتك تحدثت يا فندم، الحقيقه ان القاهره يعني هي القاهره التاريخيه، اماكن كتير جدا يجب استغلالها، ويجب ان يعني خلينا نقول انه يعاد لها واجهتها الحضاريه مره اخرى. كميه تشوهات واهمال عانت منه على مدار سنين كتير جدا خلاها حتى تفقد
اهميتها وتفقد الشكل الجمالي اللي موجود فيها. صحيح. احنا نفسنا كمصريين لما كنا بننزل الاماكن دي يعني كنا خلاص بالعكس كان بيبقى حمل علينا من الزحمه ومن كميه القبح اللي موجود فيه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جمال شقرة استاذ التاريخ المعاصر بجامعه عين شمس. ويمكن في هذه النقطه تحديدا لو حد فكر ينزل ميدان التحرير، ينزل الحسين، ينزل شارع المعز، هيشوف بعينه كم الانجاز والتطوير اللي حصل فعلا يا مصطفى. صحيح.